بسم الله. النهاردة يا جماعة احنا معانا فيديو ازاي تكسب سلاح الـ STG 44 مدى الحياة. ماشي، الاول على كاريت بيت ZM3 هتعمله على الدور 15، ولازم تكسب البيت، لازم تقعد للبيت للاخر وتطلع منه كسبان الدور 15 اعلى حاجة. اول ما تخلص البيت وتلعبه هيجي لك صورة زي دي ان بيقول لك مبروك انك كسبت سلاح الـ STG، وهتروح على الستورج بتاعك وهتشوف السلاح موجود ومبروك عليك السلاح يا عم. بس هو ده كان فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، يعني زي ما قلت لكم سلاح الـ STG سلاح بيجي مدى، سلاح حلو. انت هتلعب بيت ZM3 هتلعبه للاخر في الدور 15 زي ما قلت لكم، تخشوا الدور 15 تلعب البيت للاخر، اوعى تطلع منه ولا تخسر ولا اي حاجة، لازم تلعبه للاخر، من تنزل من اول دور واحد لحد دور 15 لازم تطلع كسبان. وزي ما قلت لكم هيجي لكم انك مبروك كسبت سلاح الـ STG 44، هيجي لك ان شاء الله مدى، هتخش على الستورج بتاعك هتلاقيه ومبروك عليك السلاح. بس هو ده كان فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، يعني انا عرفت قلت يعني مبخلش عليكم بالفكرة دي، بس هو ده كان فكرتنا. اتمنى يكون الشرح عجبكم، ما تنسوش اللايك ودعمونا وزر السبسكرايب. وبالنسبة في جروب لموقع اليوتيوب لكروس فاير، اللي عايز يخش معانا الجروب هيلاقي الرابط تحت الفيديو في الوصف، اللي عايز يخش معانا يشترك واحنا نقبله. بس يعني هي دي كانت فكرتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.